ليه قلقان سيد الكاهن؟ الموضوع له علاقة بالأمور الكهنوتية؟ الحياة فيها أهم وأعظم. يا ريت توضح سيدي. الملك بيحتضر، كلنا في خطر. كلنا؟ إزاي سيد الكاهن؟ تحتمس الأول ابن الإله أمون رع من غير وريس. إزاي مفيش وريس؟ عندنا ابنه تحتمس الثاني. مش من أم شرعية. مفيش من أم شرعية غير بنته حتشبسوت. بس كده ما ينفعش. حتشبسوت كبرت وتقدر الوقت تحكم من غير واصي عليها. وانت تقعد على عرش الإله آمون رع شيء غير مقبول وضد إرادة المعبد والشعب. عرفتوا حجم الكارثة؟ الوريثة الشرعية أنثى، ومش أي أنثى، أنثى في صورة محارب أقوى من تحتمس وأقوى من أي رجل. تربية الحكيم إني اللي بيكرهنا واللي كرهها فينا. الروح يا حتشبسوت بتمر على عتبات الحساب من وهي صغيرة، وهو بيربيها وكبرت ونشأت على أفكاره ومعتقداته. ده مختل. لولا حماية الفرعون لي أنا كنت قتلته بإيدي. مين اللي يقعد على العرش؟ أنت يا سيدنا الكاهن الأكبر، يعني صوت الإله، ومعانا كل حاجة، السلطة والسلاح وتصديق الناس. أنت تحكم مصر. أنا الكاهن الأكبر، أنا صوت الإله الصادق، أنا الحكم المداري، أنا العرش مش اللي بيقعد على العرش. يعني نسمح بوجود أنثى على عرش مصر؟ نسلم رقبتنا لحتشبسوت وإني؟ لا، أنا اللي أقول، أنا اللي بتكلم بلسان الإله آمون رع، أنا اللي أقول مين اللي يحكم مصر، وكلامي ده أمر إلهي. الكهنة في حالة اجتماع على طول، عايزين يسبقوا بخطوة. طول عمرهم بيضمنوا مكانهم في الحكم، ودايما طمعانين في انهم يكونوا هم عرش الفرعون، هو الحاكم وهم الحكم، هو الاله وهم قوته. في رايك يا معلمي مين الاقدر بحكم مصر، انا ولا تحتمس الثاني؟ الاجابه عندك، كل حاجه جوانا، كل سؤال في قلبك اجابته. انا بنت الاله امون رع، انا البنت الشرعية والحاكم الشرعي. هديك جاوبت باللي نفسك فيه. انت مصدقه انك بنت الاله؟ مدام لساني قالها تبقى حقيقه. مش لايقه اكون فرعون؟ انت انثى. انا مش انثى ولا ذكر، انا الفرعون. هيفضل الكهنه حاجز بينك وبين شعبك. مفيش وسيط بين الفرعون وشعبه، وانا اخترت اعرف شعبي. وجلس الراوي يحكي قصة راس الغول وولده علي الزبق. وفي كل زمان دي البلد ولادة باستمرار، تحكي الحكايات عن ولد شاطر من الشطار، ثابت ثبات الجبل واقف في وش طوفان، والكل وقت في بطل، ودي سنة الأزمان. محدش جاي ابويا. زمانه جاي. راس الغول مات واحنا مش عارفين الواد طالع زي ابوه ولا لا. تلاقيه لسه ما اتفطمش. ده تربيتي زي ما ربيتكم وهتشوف. سميته الزيبق عشان محدش بيعرف يمسكه.
كل واحد فيكم فيه صفة واحدة بس، علي فيه كل الصفات. أهو أزرق. علي ابن حسن راس الغول. ودول من غير ما تكمل اتعرفنا على اولادك عم عمر من غير لا صفه ولا اسم، اعرفهم بالنظره والحركه. زعيط اللي جعل من السهم سيف ومن السيف نبله. ومعيت يجيب الصقر بالنظره، وده بهلوان الشبطان نطاط الحين. ولو انت تخيل لك عوزه محدش ياخد عقلي. ولا تزعل ولا تلوي البوز يا رجل الفيل يا بلوزه. الهنا يا اجدع الشطار. لا ابن حسن راس الغول صحيح. امال فين بقيه الشطار يا عم عمر؟ الشطار اتفرقوا بعد موت حسن راس الغول. هيتجمعوا تاني تحت رايه الحق يا عم عمر. واللي من غير كبير هيعرف ان ليه ظهر اسمه علي الزيب. العهد بيننا حياه او موت. شطار واخوات ضد اللي نهبوا البلد. هنكون ايد واحده ضد كل ظالم. ومش هندافع الا عن كل مظلوم. عهد يا رجاله. عهد يا علي. نفسك في ايه الملك يحققهولك؟ انا نفسي في ايه الملك يحققهولي؟ بص يا ستي، الملك ده اله قوي يعمل ما بداله. احنا مش في ايدينا حاجه نملكها غير اننا ندعي له الرب ينصره ويزيده نصره وقوه. هو انت مين؟ شكلك كده ولبسك من اصل الفرعون. لا لا، انا من عامه الناس وسرقت لبس اميره. جدعه، يستاهل الفرعون والكهل. افتح عينيك واحلم وارسم. انت ما بترسمش لاي حد، انت بترسم حلمك. الفكره لما بتتحول لرسم او لنحت بتتخلد. واعرف انه بعد الاف السنين الناس لما تشوف الرسم والنحت ده هيقولوا ان البلد دي كانت بلد عظيمه مليانه فنانين ومهندسين عباقره. العلم والفن هما الحياه، من غيرهم الشعوب تموت وما نستحقش الارض اللي احنا بنعيش عليها. وسع منك لو انشر وسع. الحرس اطلع اطلع. الحراس مشي. مين قالك اني هربانه من الحراس؟ خلاص يا حراس. لا من فضلك، انا فعلا هربانه. تعالي اطلعي. ما تخافيش. وايه بقى عملت ايه؟ ايه جريمتك؟ سحرت حد بعينيكي دي ولا جرحت قلب بريء بجمالك؟ انت شكلك من العوام بس اسلوبك راقي ومهذب. ما هو العوام على فكره عندهم عينين يقدروا يشوفوا بيها الجمال ويقدروه برضو. انا هربانه من قصر الفرعون، اول مره اشوف السوق وال العوام. العوام وليها عادي، ما تكسفيش لسه قايلها من شويه. انت ساكن قريب من هنا؟ ايوه، انا بشتغل مهندس ومعلم في نفس الوقت. انا شفتك مع الاولاد، اسلوبك عجبني. لا مش بس كده، انا عندي افكار واحلام كتيره قوي نفسي انفذها. بتحلم؟ كلا عمي هيكون سعيد جدا لو يوريك حلمي. تعالي.
ايه ده؟ ده الحلم اللي انا بحلم بيه. بتحلم بايه؟ بالفراغ؟ بالصحراء والمية؟ الفراغ ده انا هملاه بالجمال. مش هيبقى صحراء ومية كده بس، لا، هيبقى معابد عظيمة بتمجد وتقدس الحياة. هو انت مين؟ انا سنين موت من النوبة، كنت عيل صغير لما ابويا بس ايد الكاهن عشان يقبلوني في المعبد، بس انا كنت مشغول اكتر بالرسم والنقش على الحيطان بدل حفظ التراتيل. يوصف لي حلمك. هبني هناك معبد عظيم بيوصل ما بين الارض والسماء، الحياه بالموت، وممرات معموله من حب ما يكشفهاش الا العشاء. معبد للفرعون؟ لا، للخلود. تعرف ايه عن الفرعون؟ أسطورة أزلية في عقول الناس، خيال بنخاف منه وحقيقة مشكوك فيها. انت بقى تبقي مين؟ انا اول مرة اشوف الجمال ده. انا لازم امشي. لا، تمشي فين؟ وانت بنت خباز القصر ولا بنت خياط وسرقت لبس الأميرة؟ أرجوك سيبني امشي. دنيا تساومنا في طريقنا الطويل، تعاندنا تقاومنا واحنا ما فينا حيل. دنيا تساومنا في طريقنا الطويل، تعاندنا تقاومنا واحنا ما فينا حيل. بندور كلنا، ندور كلنا في دايرة عمرنا، دايرة اسمها الحب المستحيل. ندور كلنا، ندور كلنا، الحب كان. ده ايه الحظ ده؟ حياة. حياة. لحظة يا جماعة. فرق. ايه؟ في ايه؟ احنا مش قلنا بلاش عادات القمار دي قبل كده ولا ايه؟ انت طول النهار والليل برا البيت، عايز نعمل ايه؟ ايه اللي تعمل ايه؟ اعملي اللي بتعمله اي ست. اشتركي في نادي، جمعية خيرية، هلال احمر، هلال اسود، اتفضلي مشيهم. بقول لك ايه؟ انا كده. واوعى تنسى نفسك. انت لولا بابا ما كنتش وصلت للي انت فيه. ما تيجي تاخد راوند معانا يا بشر باشا. اخد مع سعادتك ايه؟ راوند. راوند؟ انا شايف قفا سعادتك هو اللي بقى راوند. ايه يلا 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 يا ابن الكلب. ما ينفعش يلا يا ابن الكلب. ده كلام يا برا. ايه يا هاني برا يا ابن الكلب. يلا يا ابن الكلب. الله يلا الله يا ابن الكلب. بنو كمان يفتح عليك برا. مجنون اللي هيقرب من عايز البيت ده هعتقله.
كنت فين؟ قلقتيني عليك. كنت في حلم. حلم؟ حلم ايه؟ حلم شاب من العوام بيحلم يملى الصحراء بمعبد، معبد يوصل الأرض بالسماء ويوصل الموت بالحياة، الحياة الأبدية. وإيه كمان؟ حسيت إني أعرفه من زمان، وإن دي مش أول ولا آخر مرة هشوفه فيها. حسيت إني هعرفه أكتر، وهيبقى فيه بينا حكاية طويلة. عندك تفسير لده يا معلمي؟ تفسير باين في عينيكي، وعينيكي بتقول إن الحب حب؟ بالسرعة دي؟ ومن إمتى الأرواح بتحتاج وقت عشان تقابل بعضها؟ هي كده أو كده اتقابلت من زمان وعرفت بعضها. لكن ده من العوام، وأنا هكون الفرعون، يعني مستحيل. مفيش في الحب مستحيل. أمي كانت دايماً تقول الحب صنعة العوام، لكن اللي عايز يحكم لازم يعرف إن سعادته في عرشه. احذري، العرش فتنة الحكام، ما تخليش تمنه قسوة القلب. خليكي زي النجمة اللي في السماء بتنور وتهدي في عتمة الليل من غير ما تطلب حكم ولا ملك. ده كلام إني الزاهد الحكيم، لكن الملوك كلامهم مختلف، وأنا اخترت أكون الملكة زي ما اسمي بيقول، حتشبسوت أميز النساء. أنا عايز عينيكم مفتوحة، أي حركة شغب أو رفض لرسوم الضرائب الجديدة لازم الرد يبقى قوي لردع أي مخالف. تنشروا بصاصينكم في كل حتة، في الشوارع والحوانيت، إن شاء الله في البيوت. واللي فيكم هيخالف، اللي فيكم هيأثر، أنا مش هعزله، لا أنا هقتله وبسيفي. ودلوقتي كل واحد على مكانه. في اخبار عن علي وامه؟ لا يا مادة. طب اسمع يا محرم، الحكايه دي اهم بكتير قوي من خراب مصر. دي اوامر سيدنا في اصفهان مش اوامر انا. فهمت؟ فهمت. تؤمر بحاجه؟ اتفضل انت. عايز ايه؟ جاي اخطف الوالي واخد فلوس الغلابه اللي نهبها. وجاي بتقولك تعمل كده؟ ومين قالك ان جاي بطولي؟ معايا رجل الفيل، حركته بطيئه بس ايده تقيله، ومعايا عم عمر الخطاف، ومعايا زعيط ومعيط،
وده نطاط الحيط، وانتوا ثلاثة بس يا ولدان، تقدر تقول لي هتعملوا قصادنا ايه؟ يا حراس! اقصدوا بالله يا جماعة، في سوء تفاهم. انت مش كنت قايل لي ثلاث حراس بس؟ انا كان قصدي 3000 يا علي. وايه العمل دلوقتي يا عم عمر؟ خلاص يا علي، ما قدرناش غير حل واحد. توكلنا على الله. الشعب في لعبة قط وفار، لو ده يروح للتاني شمال التاني يجيله يمين، موضوع صعب وشد وجذب كأن ما بينهم طار، شيلوا النار يا اخوانا بسرعة من جنب البنزين، لو واحد فيهم قالك اه تاني يقولك لا، دول كل واحد فيهم شايف نفسه دي معاك الحق، لو واحد فيهم قالك اه كل واحد شايف نفسه معاه الحق، أمنية مفرعون والوالي والحال هو الحال، أمنية مفرعون والوالي والحال هو الحال، والحال هو الحال، الحال هو الحال، هو الحال هو الحال. كبلوا هاتشو لا تشو باتشو محدش ما يعني، بتلمهوش ان هو بيشوفش ده نور السلطاني، كبلوا هاتشو لا تشو باتشو محدش ما يعني، بتلمهوش ان هو بيشوفش ده نور السلطاني، ده نور السلطاني، ده نور السلطاني، ده نور السلطة 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 السلطة، انه ما بيشوفش ده نور السلطاني، بس المية بتغلي ولما بتغلي بثانية تفوق، هما توطوا النار يا اخوانا شوية ما تشوفوا محل، ما هو اصل الدنيا دي ياس بيدور على كل الناس بتدور، واللي بيتلهلب قوي من الشمس هيهرب يوم للظل، بس المية بتغلي ولما بتغلي بثانية تفوق، هتوطوا النار يا اخوانا شويه ما تشوفوا محل، ما هو اصل الدنيا دي ناس بيدور على كل الناس بتدور، ما اللي بيتلهلب قوي الشمس هيهرب يوم للظل، هيهرب يوم يوم للظل. البنت دي مستعبطه فيها ولا ايه؟ بيقول له ذبحت بنتك وجوزك وانت مش داريان، حاجة غريبة بتحصل في العنبر.
تحكوا اللي حصل لدكتور اكرم. انا اخر مره شفت الاتسيلة بتتكلم مع فريد وبعدين نمت على روحي. انا شكلي اغمى عليا، انا صحيت من النوم لقيتني مرمية في روحنا اللي هناك دي. كلهم بيقولوا نفس الكلام، فقدان ذاكرة جماعي. اخر حاجة شافوها للقتيلة وهي بتكلم فريدة، وبعدين فاقوا اما نور رجع. هي فريدة فين؟ في العزل. المباحث حاولوا يستجوبوها بس هي رفضت تتكلم. تحية لي. فريدة، فريدة، ايه اللي حصل في العنبر يا فريدة؟ يحيى راشد، مش هتكلم غير مع الدكتور يحيى راشد. تفضل يا دكتور. فريدة، دكتور يحيى راشد، اتفضلي قولي له ايه اللي حصل في العنبر. المفروض نتقابل من زمان. معلش انا مش واخد بالي، انت تعرفيني؟ لبنى مراتك كانت صاحبتي سنين، بس ما بينهاش. فريدة، ازاي اقدر اساعدك؟ طب ممكن تحكي لنا عن ليلة الجريمة؟ كان يوم برد، كنت بشتري مرايا للفيلا مع ماما. كان عندي ورقة فظيعة فظيعة، وبعدها نمت ساعتها لقيت نفسي قافلة على نفسي الأوضة. دي كلها دم، رجلي كلها دم. فتحت الأوضة، مشيت ورا خطواتي، لقيت الدم واصل لحد فريدة. اللي بتعمليه ده شفناه كتير، وبقتلك زميلتك، احتمال
احتمالية الإعدام ما بقتش بعيدة. ما سألتش ماما يا دكتور انت مش شبه بابا الله يرحمه ليه؟ لا ولا حتى خالك. عايزك يا دكتور. واضح انه في سند معرفه. والله ما اعرف. جايز تبقى صاحبه مراتي من زمان. بعدين ما هي اتكلمت على الشبه والخال والمدام اسمها لبنى. مظبوط. هسألها لما اروح. طب انا هسيبك معاها لوحدك بس انا هراقب من كاميرا المراقبه. طب ممكن نفكها يا دكتور؟ بتحبها زي الأول. ليه طلبت تقابليني يا فريد؟ سمعت عن قضية شريف الكرتي أخو لبنى. قلت أنت الوحيد اللي هيقدر يساعدني. لبنى كانت دايما بتتكلم عنك، كانت بتقول إنك حب حياتها زي نرمين مراتك الأولانية. هي كمان كانت بتقول إنك حب حياتها. أنت تعرفي نرمين منين؟ ما تشربش قدام بنتك يا يحيى، ده كان دقايق قبل الحادثة. مية وستين؟ كنت سايق على 160 يا يحيى ليه؟ انت كنت بتعاقبها على ايه؟ على ذنب هي ما عملته؟ على فراقك للبنى؟ هي مالها يا يحيى؟ فاكر؟ فاكر وش بنتك في المرايه؟ دي مش هتنفعك حتى لو خلصت بستة وستين. Shh.
لبنى هتقتلكوا يا يحيى، كلكم. هتقتل ابنك؟ هتقتل بنتها وهتقتلك انت، وبعدين هتقتل نفسها. اوعى تنام يا يحيى، لو غفلت لحظة هتندم عمرك كله. تلات ليالي يا يحيى، تلات ليالي قبل الليلة الرابعة كل حاجة هتخلص. يحيى، يحيى انت كويس؟ انت كويس؟ قوم معايا، قوم ياسر، قوم. انت عندك ضغط او سكر؟ تحب نقيس نطمن؟ مفيش داعي. فريدة كانت قالت حاجة عن ولادك؟ مش فاكر. انا اسف يا دكتور، انا ما عنديش تفسير في المستشفى. مش طبيعي. انا لا يمكن اثق في مدمن او سايكوباتي. ازيك يا فريد؟ لبنى بتسلم عليك، نفسها تشوفك. شكلك ما نمتش. احلام ملخبطه. اقولك على حاجه عشان تعرف الفرق بين الحقيقه والحلم. تيك توك تيك توك تيك توك. دور على الساعات. في الحلم مفيش ساعات. تعرف يا يحيى ان السمك بيكشف الانسان الكذاب؟ عشان بيحتاج رعاية، حب. مش بيشتكي. وبيموت من غير انذار. مش زي الكلاب. فريدة ما تكلميني على قتلة العنبر. مين؟ مخها كان سايح يا يحيى، كانت مسألة وقت وهدمه. فقتلتيها؟ فريدة انا ما عرفتش الحقيقة، احتمال ما اعرفش ازورك تاني. لسه ما لاحظتش يا يحيى انك لعنة على كل اللي حبوك؟ ريحتك شبه ريحة ابويا. ماما كمان كانت بتقول انه حب حياتها.
هو بقى خانها مع ستات كتير. وجوزك خانك يا فريد؟ لا ما خانش. يمكن ما لحقش. الغريبه بقى ان الراجل اللي بيخون بيبقى ليه جاذبيه خاصه زيك كده. بس انا ما خنتش لبنى. لسه ما خنتش لبنى. ما خنتش فعل ماضي. يعني لسه ما لقيتش اللي تغير رايك. وبعدين انت ازاي متاكد قوي كده رغم ان اللي في البيت عندك مش لبنى؟ مش لبنى ازاي يعني؟ انت لو ساعدتني اخرج من هنا انا يمكن اقدر امنعها. يمكن اقدر اساعدك. متعرفش لبنى زي ما انا عارفاه. فريدة خروج من هنا مستحيل قبل ما تجاوب على اسئلتي. تيك توك تيك توك تيك توك تيك توك تيك توك. لاحظ العلامات يا يحيى، الوقت بيجري. خلي بالك من الأسد. شكلك حلو قوي وانت ميت يا دوكس.
يحيى هبقزي مش معاك. بصراحة بقى يعني لقينا عنده حشرات في وديها المستشفى. ليه ايدك عاملة كده ليه؟ وقعت. دي اللي منين مكان؟ مامي صحتنا شكت عاوزة تحمينا. حميكوا دلوقتي؟ لبنى 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 انت بتعملي ايه؟ لبنى لبنى مش عايز اصحابه يتريقوا عليه في المدرسة ويقولوا ان هو بنت. محدش هيتريق عليه في المدرسة. ممكن تديه المقص؟ وحشتني يا يحيى. كلام يا عم شرع الأكلة. كلام يا عم شرع الأكلة. ليه كده؟ متأكد إنك عايز نمشي؟ كلام يا عم شرع الأكلة. هيفوتك كتير. الحياة في جسم فريدة ليها متعة تانية. متعة كبيرة. بقالي كتير ما عشتهاش. ترقص. اشمعنى أنا؟ اشمعنى انت؟ عشان بحب التحدي، بحب اللي شبهي. انت لسه ما خدتش بالك ان انا هنا جوه؟ بس انا عمري ما فكرت ازيل لبنى. انا عمري ما فكرت ازيل لبنى. انت اذيت لبنى خلاص يا يحيى. انت ضيعت قصة الحب الكبيرة اللي كنت بتحكي عنها. عشان كده انا عندي ليك عرض سخي جدا. ما تخافش، انا مش هخليك تبيع روحك وكلام الافلام ده. يحيى انا هنا عشان اساعد. ايه هو العرض؟ فكر معايا كده يا يحيى. كل قصص الحب الأسطورية اللي بنسمع عنها خلصت بمأساة. روميو وجولييت، شمشون ودليلة، يحيى ولبنى. يحيى ولبنى. يحيى ولبنى. يحيى ولبنى. الخلود يا يحيى ما يجيش إلا ومعاه الموت. ما يجيش إلا ومعاه الموت. أنا بقى ممكن أغير لك كل ده. تنتهي قصة الحب بس بالفراق. بس بالفراق. سيب لبنى ده لو بتحبها. سيبها تلاقي راجل يشوفها ست بجد مش ماما. يا إما هتموت هي وولادك.
يحيى بقى، يحيى محتاج ست جديدة في حياته، ست ما يملش منها. أنا أقدر أكون لك الست دي، أنا أقدر أركع تحت رجليك كل يوم، أقدر أركع تحت رجليك كل يوم. في المقابل وياريت من غير مقاومة كتير يا يحيى، هتقبل إن احنا نبقى جيران، جيران في جسم واحد؟ ساعديني يا فريد. أنا اسمي تيك. الليلة التالتة بتخلص يا يحيى. ولادك دقايق تيك وهيموت. تيك لا تخاف فمرآتي لا تقلب الحقيقة لكنها تعكس المعنى الأصلي. تيك ختم يعكس لعنته. فمرآتي لا تقلب الحقيقة لكنها تعكس. ما تخليك ذكي ولو مرة واحدة في حياتك يا يحيى. تيك توك. لو مضطر تستضيف حد في جسمك خلاص مالك. يبقى الشيطان اللي نعرفه يا محي أحسن من الشيطان اللي ما نعرفوش. عرش ولا إيه؟ الجن. Thank you.
عابد ثبات الجبل واقف في وش طوفان والكل وقت في بطل ودي سنة الأزمان فرد الظلام أجناحة والوقت وقت حساب والعدل انغاب واتفى بتسود شريعة الغاب سبب الخراب متساب في أرضنا يرعى خسيس لئيم كذاب سمو كما الأفعى الظالم الدجال بالسحر والأعمال خلاهم من الناس توزن جبال وجبال خير مولانا الولي بلغوني انك طلبتني يوم حزين في دمشق لما الدرك ما يقدرش على العوام ويموت العدد ده لدرجة ان صاحب درك السلطنة يجي بنفسه يبقى فيه تقصير كبير مش هسمح لنفسي ان اتنعم في اسطنبول والاستانة ودمشق تخرب عشان الرجالة مقصرة الرجالة مقصرة؟ الظاهر ان النعيم في اسطنبول خلى المقدم دمه خفيف ومين اللي خرب دمشق؟ مش اوامركم ومؤامراتكم؟ مين اللي خد من الناس فوق طاقتها؟ مين اللي خلى دمشق من غير خير؟ أول مرة أشوف مقدم درك بيرمي بلاوي وتقصيره على غيره حواني بتتكسر ودكاكين تتنهب وبيوت أكابر تتسرق وبتسمي إهمالك وتقصيرك مؤامرة من عندنا قول إنك ما بقتش قد المكان وإنك أضعف من العوام اتكلم كويس مع المقدم حسن راس الغول اللي طلبتوه من مصر عشان ينجدكم ونجدكم لولا استغلالكم للناس والضرائب اللي فوق طاقتهم كان الأمن هيسود بين الناس وبينكم البلد محتلة مننا احنا الخلافة العثمانية والاوامر تمشي على الكل ما انت لسه محتل وكلنا عارفين يمكن الزمن قدر يخليك مقدم درك السلطنة لكن عمر الزمن ما يقدر يخلينا ناخد اوامرنا منك والي دمشق انا مرسال عظمة السلطان بتهان في حضرتك وفي وجودك انت اللي سبقت بالغلط كله في حضرتي يلزم الادب ومقام صلاح الكلبي صاحب الدرك من مقامي اعتذر له حسن راس الغول ما بيعتذرش المحتل لسانه فالت والمكان اللي ملناش فيه مقام ما يلزمناش يعني تسيبوها خراب انتوا اللي صنعتوا الخراب يا احنا يا الكلب صلاح الكلبي مفيش عنه غنى يبقى تأذن لنا بالانصراف تطلع انت والرجال على مصر تستنوني في الأقصر وانا هبقى احصلكم البلد دي ما بقتش أمان يا عمر خليني معاك ما تخافش علي كله على الله يلا روح روح فاطمة فاطمة
علي. أبويا. حسن. أبويا. حسن. مالك يا حسن؟ جرح نفد يا فاطمة. مين اللي عمل كده؟ أكيد الكلب. خد علي واطلعي على مصر. مصر؟ أيوة مصر يا علي، بلدك وعظمك دودك. لو دبك الحال هتلاقي في ناسها الخير. اوعى تظلم فقير، اوعى تخلي حد فوق كرامتك، اوعى تنسى ابوك. يلا اطلع راقب الطريق، قربي مني يا فضل. المهم لما تنزلي مصر هتنزلي على الأقصر، اسألي على الحاج عمري، تستخبي وتعيشي في البيت اللي كنت حكيت لك عنه زمان، اللي فيه الكنز. الكنز أمان للي جوه، اللي ما يملكوش. حسن. في حفرة شاف فيها كنز، ولما كبر حاول ياخده لكن الشيخ اللي بيحرسه منعه وخلاه يحفظ سره. ولما رجع هو والشطار مصر عشان ينتقم من الكلب عدوه، حب بنته زينب وهي حبته. ولما الكلب عرف قبض على علي وحاول يعدمه، ونجح الشطار في إنقاذه وهرب علي. وعلى الشاشة حكالك بشر باشا عن سيرته، وإزاي كان ضابط شرطة كبير، وعشان محدش يمسك عليه غلطة قبض على أخوه المدمن وسجنه، لكنه وقع في فخ الحب وحب مطربة صغيرة. ولما الملك لمح له مش عايز حياتك الخاصة وعلاقتك بالمطربة تأثر على شغله، خاف على مركزه وضحى بيها. في نفس اليوم اللي الإخوان أعداؤه حاولوا يقتلوه في الكباريه، لكن حبيبته هي اللي اتصابت مش هو. هو ده اللي انت وصلت له مش كده؟ أنا تعبت، صدقني والله أنا تعبت. تعبت من الفرجة؟ تعبت من القراية؟ ولا عايز تجيب آخر الحكاية عشان تخلص؟ ما يصحش، ما يصحش يا باحث، لازم تدور على أصل الحكاية بنفسك عشان بعد كده تبقى تحكيها لأولادك، ولما يكبروا يبقوا عارفين أصلهم كويس. مستني حد؟ آه، راجي يا بنتي، محامية معايا في المكتب وجايبالي ورق يخصك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هات الورق يا راجي. هو مراتش ليه؟ خلاص يا راجل. لا مش خلاص، هو متقنعر ليه؟ انت ما بتردش ليه؟ ساكت. استاذ عبد العزيز لو سمحت انا مش ناقص، ممكن نبقى لوحدنا؟ لا ده انت مش متقنعر بس، ده انت نازل كمان. طب عشان انهي الموضوع ده، عليكم السلام، انا اسف يا راجل. انسه يا راجل. لا طالما انسه يا راجل نبعت نجيب عشا بقى. خلاص يا راجل خلاص، الراجل اعتذر. انا بكلمك اسبقيني انت على الاوتيل وانا هبقى احصلك، وتعشنتي عشان انا احتمال اتاخر شويه. على الاوتيل بقى، على الاوتيل. يخرب بيت حلاوتك. في حاجه يا انسه؟ لا مفيش، بقول غتيت قوي حسن ده. اسكتي ساكت، اوعى تقولي على الاستاذ حسن كده. خلاص خلاص ماشيه. في الفين سلامه. ايه جرى لي في مخي دي؟ انت بايظ خالص. وحسيت ان كل ابطال السير دي زيي، محتارين في لحظات انتصارهم وتفوقهم قلقانين. يمكن زي ابويا ما قال ان القدر دايما بيخبلنا الاصعب. وعرفت ايه هو الاصعب اللي هيحصل في اخر السير دي؟ اسم
بس حسيت ان انا عايز ارتاح واتكلم مع حد عايش مع ابويا تجربته. وجهة نظر تانية غير وجهة نظر البطل. قصدك يعني ان انا كومبارس؟ لا انا اسف. لا يا ابني ما تخافش، انا ما زعلتش. انا طول عمري عارف ان انا مش البطل ولا كنت عايز. البطل ده يا ابني مطلوب منه انه يواجه ويفكر ويخطط ويفضل طول الوقت عايش تحت ضغط. وانا بصراحة ما اتخلقتش لكل ده. انا احسن واحد ينفذ الاوامر، وعشان كده انا الوحيد اللي لسه عايش، وكل الابطال اللي في الصورة اختفوا. النهاردة يوم الحساب، انتوا شايفيني كافر ودمي حلال، وانا شايفكم كده بالظبط. مش انتوا عايزين تطبقوا الخلافة؟ انا موافق، وبحكم القانون والعرف انا الخليفة ولي الامر وعليكم الطاعة. سيدي الكاهن الاكبر، خادم الآلهة، السادة الكهنة، يا ترى محاولة قتلي أنا والحكيم إني وسن الموت من وحي الآلهة ولا من وحيكم أنتوا؟ إحنا رجال علم ودين مش قتل. سيدي الكاهن الأكبر، حراس المعبد هم اللي حاولوا يقتلونا، ولا يمكن هيعملوا كده إلا بأوامر منكم. مولاتي حتشبسوت ابنة الفرعون وزوجة الفرعون، ده اتهام خطير. انت ليه ما قلتش مولاتي حتشبسوت فرعون مصر؟ فرعون مصر هو مولاي تحتمس الثاني. مولاك تحتمس الثاني بيتجهز له دلوقتي مراسم جنائزية تليق بيه بعد ما سلمني الحكم وذهب في سلام الى عالم الخلود. مفيش قدامنا غير حل واحد. اوعى الدم يا علي. دم بدم يا امي. اولها كان دم حسن راس الغول. ومين اللي ابتدى يا ست فاطمة؟ مش هما؟ وآخرها مش عايزاه يبقى دم عالي. بعدين فين المكر والحيلة؟ حيلة والمكر اليوم حد. بعد كده مفيش حيلة، وإحنا وهم فريقين، لو رحمناهم مش هيرحمونا. بس هما السلاح والقوة، وأنا القلب اللي على حق. الحساب تقيل وإحنا مش غربة عن بعض. هتقولوا مين منكم برا هو اللي بينفذ وبيخطط؟ يبقى ماشي. مش هتقولوا هعاملكم معاملة المفسدين في الأرض، بل أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، وهو ده القانون. القانون يا مولاتي، وأنا خادم للإله آمون رع، بيقول إن الفرعون يكون رجل مش امرأة. مصدقاك طبعا. أنا كمان أبويا الإله أمون رع أمرني إني أقطع رؤوسكم دلوقتي حالاً. أنا بضرب مرة واحدة بس في الرجلين، التانية في القلب. اللي عايز يموت يسكت، اللي عايز ينجي نفسه يتكلم. القتل باب الشر، فاحذري يا مولاي. والمؤامرة اللي كنتم مدبرينها دي ايه؟ باب للخير؟ ولا دمنا كان مشروب مقدس كنتوا ناويين تشربوه في المعبد؟ حتشبسوت، اوعي تقعي فخ الشر. هم اهل الشر، هم اللي صنعوه. وازاي تقبلي على نفسك تنفذي الشر اللي هم دبروه؟ فين قلبك الطيب يا بنتي؟ ما عادش في مكان للعفو سيدي. كان ممكن اعفو لو كان الكاهن الأكبر يملك ثمن العفو. أنا أملك ثمن العفو؟ أنا أملك ثمن العفو؟ أرجوك. أنا عهدتكم ننصر الخير على الشر، والعهد بيني وبينكم موصول. من علي الزيبق ابن حسن راس الغول هنقاوم الشر بكل الطرق، بالملاعيب، بالمناصف، وبالقتل لو قتلونا.
أنا هرجع البيت القديم في الأقصر. علي خلاص مش هيسمع لحد. خلي بالك مني يا عمر. أيوة أنا فرعون زي ما بتقول، وعبد العزيز ده هامان. اللي كفر الحاكم عبد العزيز يبقى إيه؟ يبقى كافر يا فندم، وهكفر سيئات أمه كمان. مين فيكم اللي هيتكلم؟ أنا هتكلم. وأنا نايم في معبد سيدي الإله آمون رع، فتحت عيني لقيت النور ملا روحي، ولقيت الإله العالي بيكلمني وأنا بترعش، ولقيت صوته كله نور كله نور وبيقول لي: كذاب حقير، اكتب يا كاهن الصادق، اكتب عالشبسوت هي الفرعون لا أنثى ولا ذكر. بعد ما الإخوان حاولوا يفجروا الباشا، نزلنا لميناهم كلهم، وبعد كده رحنا على الصعيد حسب أوامر الملك عشان نقبض على الخط. الباشا كان حزين عشان ساب الست نعمات في المستشفى، بس دايما الواجب والمكانة أهم. حد يجيب الشنط من العربية. نورت يا فندم. أنا لا عايز تشريفة ولا احتفالية، أنا عايز كل المعلومات عن العاصي تبقى موجودة على مكتبي في خلال ساعات، واللي مش هيشوف شغله كويس هعزله حتى لو وصلت النعزة المديرية بحالها. مفهوم؟ تمام يا فندم. اتفضلوا. ده تمثال لوجه مولاتي همزين بيه ركن من أركان معبد الدير البحري اللي صممته جلالتك. جميل قوي، بس ده مش شبهي. مش شبهك؟ ده نسخة من مولاتي. نسخة من حتشبسوت مش من الفرعون. طب وإيه الفرق؟ فرق كبير. الفرعون إله قوي وراجل. داريني يا سنين موت، داري حتشبسوت وظهر الفرعون. هتعرف تداريني وتحافظ على جمال التمثال؟ أعمل إيه يا مولاتي؟ الفرعون لازم يكون له دق وجسم رجالي، كل التماثيلي لازم تكون كده. فرعون إله قوي قدام الناس. حاضر، بس برضو مش عارفة داري الجمال. أخي وابني العزيز مصطفى، أكتب إليك هذا الخطاب وأنا أعلم أنك الآن خارج أسوار السجن، فقد حصلت لك على عفو عن المدة الباقية. مصطفى، أنا سافرت في مهمة في الصعيد وتركت لك حساب خاص في البنك، أرجو أن تحسن التصرف فيه وتكون الفترة القادمة أفضل.
تركت لك أيضا مكان بالمستشفى التي بها نعمات، الإنسان الوحيد اللي هزت قلب أخوك، هي حب حياتي، ولكن لا أستطيع أن أحتفظ به، فأنا دائما في صراع بين أن أعيش وأحب يا إما أحافظ على مكاني ومكانتي. خد بالك منها مصطفى، وخد بالك من نفسك. ادخل. صباح الخير. صباح النور. أنا أخو بشر، هو كان سافر مأمورية في الصعيد وطلب مني أني أجي وأطمن عليك، ولقيتك أهو ما شاء الله زي القمر. أنا الحمد لله. أنا عايزك تطمني، هكون جنبك لغاية لما تقومي بالسلامة إن شاء الله، ونسمع صوتك اللي بشر بيقول إنه بيسحر وإنه اتسحر بيه، هتكوني زي الأول وأحسن. طبعا مش أحلى، لأن مفيش أحلى من كده. متشكرة يا مصطفى. متشكرة يا مصطفى. وحشتيني علي. انت اتجننت؟ انزل. اتجننت بحبك. طب انزل هتقع. انت ازاي تخاطر بنفسك وتيجي هنا؟ امشي امشي انت من عمرك. عمري كله فداك يا زينب، ما قدرتش اتحمل بعدك. وانا ما اقدرش اتحمل اشوفهم بيأذوك. امشي بقى. ما تخافيش، انا جاي علشان اوعدك ان مفيش قوه في الدنيا هتفرق بيني وبينك ولا حتى ابوك. وانا معاك يا علي، هستناك العمر كله. زينب؟ أبويا. كنت فين يا زينب؟ علي! اقتلني لو تقدر، اقتلني. يا ريت، بس وقتك لسه ما جاش يا كلبي. عشان خواف، علشان طريق أكبر من رقبتك بكتير. طار أبويا هو طار كل أصحاب الحقوق، قوتك ما يكفنيش عشان لسه في زيك كتير. أنت ما تقدرش تموتني، أنت عارف ليه؟ عشان هي اللعبة كده، شطار وأسياد يا ابن راس الغول. الشطار يحاولوا ويحاولوا ويحاولوا والناس تسقف لهم، والأسياد يموتوا الشطار والناس برضو تسقف لهم، وأنتم تموت سيرتكم للأبد. مش بقولك موتك لوحده مش كفاية، لازم يموت صنفك كله يا كلبي، لازم تموت الفكرة الموجودة بوجودكم. لما الشطار يكسروا الخانة ويطلعوا سلالم تبانت بعرقهم ويرموك من فوق قصرك ويدقوا عظمك ويقعدوا مكانك، ساعتها بس هيبقى خير البلد رجع لأهلها. لما شرها يطرد أنا هسيبك من غير سلام. مفيش إلا ألد أعداء أبوكي وتحبيه؟ إدي الجنان دي! عدو عدو، ما كفاية موت وخراب. لو ما قتلتوش هيقتلني، هيقتل أبوك يا زينب. عشان خاطري يا أبويا، أنا هكلمه ينسى الطار والانتقام. مش هينسى، ده زي أبوه. اسمعي، ما تقربيش من الواد ده تاني، فهماني يا زينب؟ ما أقدرش. طب اسمعي بقى،
أنا كنت هصفرك فارس تتجوزي هناك، دلوقتي هتقعدي هنا وجوازك هيتأجل لحد ما تشوفيني بقتله بإيديا قدام عينيكي. ولو خالفتيني يا زينة، لو خالفتيني هقتلك. غوري من وشي، غوري. مال أنا ومال الكلام ده؟ مال أنا؟ إيه ده؟ أنت إيه اللي جابك هنا ودخلت هنا إزاي؟ اللي جابني رجليا ودخلت من الباب. أنا مش حامل قافية بالمنظر ده. أنا عايزة مصلحتك، عايزاك تيجي معايا الأحوال المدنية عشان تعمل كشف عيلة يا خفيف. يا خفيف؟ أنا لسه راجل ومفيش موظفين غيرك لسانهم يبقى مربوط شوية. بابا مش عاوز أي حد غريب يطلع على حاجتك. طب بصي، أنا هاجي معاكي بس بشرط. شرط؟ هو أنا جاي أشحت منك؟ انا جاي لمصلحتك عشان اخلصك وتخلصنا. نسراجي بعد اذنك هنروح احنا مع بعض المشوار ده، بس يا ريت نفضل ساكتين وما نكلمش بعض. ما اضمنش. معلش حاولي، حاولي عشان خاطري. ايه ده ايه ده ايه ده، لا 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 ما تسبليش كده وتتنحنح. انت فاكر نفسك مين، حسين فهمي ولا محمود ياسين؟ ايه ده ايه ده، انا طالع البس. ما تتاخرش عشان انا مشغوله جدا جدا. انتوا وزراء مصر وحكامها، لازم تلاقوا حلول للناس. عايزة الناس تحس انها متنعمة في خيرات مصر. الشعب في حكمي لازم يبقى سعيد ومتطمن، مفيش قهر، مفيش حاجز بيني وبين الناس مهما كان. مهندس سنموت، ايه اخبار المعابد الجديدة؟ بنبني معابد في مصر كلها بتعكس جمال وحسن ذوق مولاتي. اتفضلوا. من أراد كل شيء يخسر كل شيء. كم نفر جواك يا جبل ومعهم كديه سلاح وشكلويه العاصدة؟ حديد كتير عم يدور في راسك يا بيه، صح؟ متهور انت يا عاصي، متهور. بس ما تفرحش قوي كده، انت ما جيتش هنا ودخلت بيتي ورفعت عليا بندقيتك عشان تقنعني انك تقدر توصلي. لا، الحقيقه ان انا اللي نزلتك من جبلك عشان انت نفسك تشوف مين هو بشر. نزلتني ايه وجبل ايه وجبتني فين يا بيه؟ الجبل جبلنا والبلد بلدنا، وانت هنا غريب. مهما قعدت هتمشي، تمشي على رجليك، تمشي على ظهرك، هتمشي. انت عارف ان موتي مش سهل، عارف كده كويس ولا لا؟ موتي مش سهل. انت اللي غرورك خلاك تنزل من جبلك عشان تكلمني وتشوفني وتمشي. ما تغرش ليها يا بيه، الحكايه كلها في يدي. أنا جيت أشوف الضابط الكبير بتاع مصر، بيقولوا إنك هتشوف الملك. لما تشوفه ابقى أوصف له الخط، قول له شفته بنفسي وكان راجل. هوصفك، هوصفك يا عاصي. عندنا كشف بنسبة فيه أوصاف المجرمين بعد ما بنقتلهم. هوصفك. ماشي، خبر. انا ليه ما قتلتكش دلوك؟ عشان اللعبه تطول. اصلا لما تطول بتحلو قوي، ليه بقى نحرقها من الاول؟ وانا موافق، انا موافق.
خليها تطول. ماشي ماشي يا بيه، قلبك تقيل وقاعد وتعجبني، بس دي اول معاد. عاصي الميعاد التاني انا اللي هحدده. هنشوف يا بيه هنشوف. غيره ما بلاش المبارزه دي يا علي، انا قلبي مش مطمن. انت مستعجل على ايه؟ ما تصبر شويه يا اخي، ما الشطار بيزيد يوم عن يوم، بكره نبقى قوه ونقدر ننفصل. وانت ترضاه لابن حسن راس الغول يا عم عمر، يتقال عليه جبان؟ مش حكايه جبان يا علي، الناس دي اهل خيانه واكيد مدبرين لك ملعوب، وانا خايف عليك. خليني مع قدري واللي كاتبه ربنا هيكون. انت حر. قتلك يا زبق زي ما قتلت ابوك. علي الزيبق اخيرا تلاقينا اهو. ازيك يا مقدم الدرك؟ مقدم الدرك طبعا، سيتك وصلني لغايه عندي، وملاعيبك كمان عجباني، عشان كده انا محتاجك تبقى كبير الشرطه ومقدم الدرك. مولاي ولا صالوك. عندك حق، مش طموح اكون مقدم الدرك. امال عايز ايه؟ أقعد مكانك. مكاني؟ أنت مجنون؟ أنا الوالي، والوالي هو حاكم البلد. والأرض أرض الشطار، والشطار لا بيموت ولا بيتخدعوا بمناصب. فكرت الأول يا شاطر هتخرج من هنا إزاي؟ وسط كل الحراس دي؟ الحرس دول رجالتي، ورجالتكم مربوطين في خيامهم، وقعدتك هنا مجرد وقت. ولو خلفتكم في اسطنبول فكر يهاجم البلد دي، أهلها هيوقفوه. يعني اطمن عظمتك، هتتشال هتتشال، ولا يقعد مكانك واحد من أهل البلد دي، جايز يكون أنا. لكل وقت أذان